المطعم التركي يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن ارتبط اسمه بحركة تشرين الاحتجاجية، لكنه هذه المرة سيتحول بقرار حكومي إلى متحف يضم بين جدرانه مئات القصص والتضحيات التي سطرها العراقيون في شهر تشرين من العام الماضي. هذا الصرح الذي يتوسط قلب العاصمة بغداد ويطل على ساحة التحرير حوله المتظاهرون إلى مكتبة للحراك الشعبي ومقرا للمفارز الطبية ومنصة لإعلان البيانات والمطالب آنذاك. المطعم التركي حقيقة يعني حقيقة أصبح أيقونة ثورة الشباب، واللي كنا نطمح لها، وأنا شرفني طبعا أسبوع كامل أنا بالمطعم التركي، باوعت وشفت وسألت وقعدت ويا ناس، يعني حقيقة لقيتهم ناس مثقفين خريجين شباب، ومن ضمنهم ابني. فإذا تجي مبادرة من السيد الكاظمي أو أي مسؤول أو أي محب للعراق إحنا نشجعها. أولاً راح يكون رمز هذا لهاي الثورة، ثورة الشباب. الكاظمي وفي خطوة لتكريم حركة تشرين التي لطالما اعتبر أن حكومته جاءت ثمرة ووفاء لها، أعلن تحويل المطعم التركي متحفاً يروي حكاياتهم وشاهداً على رمز من رموز وحدتهم التي مزقتها المحاصصة السياسية. أعتقد تحويل المطعم التركي أو بناية المطعم التركي إلى متحف لأبطال ثورة تشرين العظيمة التي قدمت الكثير من الشهداء، أعتقد هذه خطوة جيدة من قبل حكومة السيد الكاظمي. إحنا مو بس نريد هذا يعني يبقى متحف السيد الكاظمي، إحنا نريد عندنا بعض مطالب. المظاهرين راحت بها شهداء وراحت بها جرحى، نريد تعويض الشهداء والجرحى والأمان وتعويض العوائل. بالحقيقة هي هذه الظاهرة هي ظاهرة حضارية، نعم اتفق مع من تقدم هذا الموضوع، لكن على هذه الحكومة أن تسرع بإنقاذ ما إنقاذ الجرحى، وبنفس الوقت الشهداء يجب أن يكون لهم أسوة بشهداء كل المعارك. هذا القرار لاقى استحسان المتظاهرين، لكن قسما منهم ما يزال يصر على ضرورة تحقيق بقية مطالب حركة تشرين المتمثلة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى تغيير الطبقة السياسية الفاسدة كما يقولون. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد.